بيحصل في سوق السيارات الكهربائية في مصر وحكاية أزمة شركات شحن السيارات دي، وليه وزارة الكهرباء رفضة تجدد تراخيص عدد منها، وإيه مصير سوق السيارات الكهربائية بعد القرار؟ خليكم معانا للآخر. بانكير نبض البنوك. في الأيام الأخيرة في أزمة حادة بين وزارة الكهرباء وبين شركات شحن السيارات الكهربائية، وده بعد قرار لجنة إصدار شهادات تجديد تصاريح الطاقة الكهربائية تابعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري بعدم تجديد تراخيص عدد من الشركات في مجال شحن السيارات الكهربائية بسبب المخالفات. وزارة الكهرباء قالت أن اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك لمنح التراخيص قررت عدم الموافقة على تجديد التصريح الصادر لشركات معينة بإنشاء محطات شحن سيارات كهربائية لمدة عام ثالث. وسبب عدم الموافقة على تجديد الترخيص هو اكتشاف اللجنة المشكلة من جهاز مرافق الكهرباء عدم جدية الشركات دي في تنفيذ أي من نقاط الشحن المقترحة حتى نهاية شهر سبتمبر اللي فات، وعشان كده اللجنة قررت كمان عدم الموافقة على تجديد السريان السنوي لترخيص بيع الكهرباء من محطات شحن سيارات كهربائية. مش كده بس، ده كمان الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية تقدمت بطلبات لوزارة الكهرباء من أكثر من 3 شهور لزيادة تعريف شحن السيارات الكهربائية بسبب ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغهم بالنظر في مطالبهم. طب تأثير القرارات الأخيرة دي ومطالب رفع تعريفة الشحن على سوق السيارات الكهربائية هيكون إيه؟ زي ما احنا عارفين ان سوق السيارات الكهربائية لسه جديد في مصر والناس لسه متخوفة منه، عشان كده في مشاكل كتير، وأكيد القرارات الأخيرة هيكون لها تأثير سلبي على حركة البيع، لأنه رفع تكلفة الشحن هيكون سلبي لأنه الناس بتشتري سيارات كهربائية عشان تهرب من سعر البنزين المرتفع، وكمان رفع سعر شحن السيارات الكهربائية هيفقدها أهم ميزة فيها. كانت معكم هل بشيت من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.